ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي الأولانية عشان قربت على 1,000,000 مشترك ولأني راجعة بإذن الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان أقدر أكمل. الفيلم بيبدأ على ميندي بتتكلم على مدرستها الثانوي مدرسة ريتشارد وعن صاحبتها جودي وإنهم أصحاب من سنة ثالثة، وبتحكي عن المدير بتاعها بيتمور إنه بيعذب الطلبة. ميندي وجودي بيتكلموا وفجأة لقيوا المدير بيتمور خارج بيهزر ويضحك مع ويتني زميلتهم، وميندي قالت لجودي إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا بنتعاقب بالحبس وهو بيهزر معاها. بتقول لها إن في فيلم هيتعرض النهاردة، بس التانية بتقول لها انها عندها واجبات في البيت لازم تعملها ومشيت بس وقعت بالعجلة. وقام التاني، الاتنين ضحكوا على اللي حصل وقالوا على بعض مجانين. جودي قاعدة بتتكلم مع ابوها وميندي بتقنعه انه يدور على ست في حياته. هو شايف الموضوع صعب بس هي شايفة انه سهل جدا. المدرس بتاع ميندي قال لها انه تكلم مع صاحبته القديمة وقدر يرتب لها مقابلة عشان تدخل المعهد وتتخرج منه تشتغل في المكان اللي بتحبه وتحقق حلمها. وقعد يحكي لها عن ايام الكلية وانها كانت احسن ايام وهي كانت مبسوطة جدا، والمدرس شجعها كتير وقال لها يلا العالم بانتظار. واول ما خرجت من الفصل خبطت في كل الناس اللي كانوا ماشيين وكل ما تقوم تقع تاني، بس قامت وهي متفائله. جودي وميندي بيتكلموا على ويتني زميلتهم وانهم لازم يتكلموا معاها عشان تبطل تعذبهم وانها اسوأ بنت في المدرسه. وميندي بتقول لها ان احنا لو اتعاملنا معاها كويس هتكون كويسه، بس جودي شايفه ان ده مستحيل وراحوا عشان يتكلموا معاها. اول ما السكرتيره بتاعتها ماكنزي شافتهم قالت لهم خير انتوا بتبيعوا حلويات؟ قالوا لها لا طبعا احنا عاوزين نقابل ويتني. قالت لهم عندكم ميعاد معاها؟ ويتني قالت لها مفيش مشكله خليهم يدخلوا، انا عاوز اعرف هيقولوا ايه. وماكنزي اتغاظت من اللي حصل. ميندي قالت لويتني انهم عاوزين يتخرجوا من المدرسه ومش عاوزينها تضايقهم تاني، وكانوا بيكلموها كلام ناس كبار وانت اكيد هتقدري ده. ويتني عجبها شجاعتهم وانها ما كانتش متوقعه انها هتحترمهم كده، واتفقوا وقالت لهم ان كولين صاحبها هيعمل حفله وقالت لهم لازم تيجوا، واصحابها استغربوا من اللي هي عملته. وفعلا ميندي وجودي راحوا الحفله وجي واحد اسمه ديف وسلم عليهم، ويتني جت سلمت عليهم وقالت لهم تعالوا معايا وخلتهم يلعبوا معاها كره طاوله، وميندي فازت وكانت مبسوطه ورقصوا كلهم مع بعض. ويتني شاورت لواحده صاحبتها وشكلها اتفقت معاها على حاجه، وعرضت فيلم الجودي وهي بتغني وترقص في اوضتها وكلهم ضحكوا عليها وهي كانت مصدومه. وجودي سابت الحفله ومشيت وميندي راحت وراها. الصبح ويتني صاحبتها عدت عليها بالعربيه وويتني قالت لها اتاخرتي ليه، وركبت معاها وقالت لها انها حطت القوانين اللي هيمشوا عليها. وميندي بتحاول تتصل على جودي بس ما بتردش، وكل الطلبه في المدرسه بيتريقوا عليهم، بس في واحد من اصحاب ويتني هاجمها وقال لها اللي عملتيه ده ما كانش المفروض يحصل، وويتني قالت له انها مش هتسمح للبنتين دول يكونوا زيها. ميندي راحت لجودي البيت وحاولت تقنعها انهم يهزموا فريق ويتني ويبقوا اشهر منهم، وعملوا دعايه في المدرسه لتجميع كل المنبوذين في فريق واحد المستضعفين يعني. وفعلا انضمت لهم واحده اسمها كلير واتفقوا يعملوا ثوره جماعيه، وبعدها انضمت لهم واحده تانية وبقوا اربعه، وكانوا عاوزين حد بيفهم في النظام، واختاروا فيرجينيا رئيسه قسم التاريخ وراحوا لها البيت وكلموها من ورا الباب وحاولوا يقنعوها بوجهه نظرهم، واخيرا فتحت لهم الباب وقالت لهم انه صعب انهم ينجحوا بس مش مستحيل، وعملوا خطه مع بعض وقالت لهم اول حاجه يعرفوا نقط ضعف زعماء المتنمرين دي ايه ويضغطوا عليها من غير رحمه ويحاولوا يضمهم ليهم. هوارد تشانج اول واحد، وميندي قالت لهم انه بيشتغل لصالح ناس شريره وهو بيحكي عن انجازاته بس اقنعوه يبقى معاهم. مارتن فينيت تاني واحد راحوا له وقالوا له ان الموازين اتغيرت وهو حاول يستسكى عليهم بس هم ما سكتوش واقنعوه برضه. لويس هامر تالت واحد برضه اقنعوه ووافق يبقى معاهم. كلير اتكلمت مع جودي كتير عن حياتها وبقوا اصحاب. كل الفريق قعدوا عشان يخططوا هيعملوا ايه، وفيرجينيا قالت لهم انهم بيحاولوا يفقدوهم ثقتهم في نفسهم ويخلوهم يحسوا ان محدش هيقف معاهم، وقرروا يبقوا مع بعض على طول وحاولوا يتعلموا كونغ فو عشان يعرفوا يدافعوا عن نفسهم. وفعلا كل المدرسه بقت تخاف منهم ووقعوا واحد ورا واحد، وكل الناس المختلفه بقوا مع بعض حتى وقت الاكل بقوا مع بعض. ويتني متضايقه جدا وقالت لهم ده تمرد واحسن حل للتمرد هو انك تقضي عليه، وفعلا كل المختلفين بقوا مع بعض وكل يوم الفريق بيزيد. ميندي وجودي بيتكلموا، وجودي قالت لميندي ما تقلقيش منهم هم اغبياء جدا ومش هيعرفوا يعملوا حاجه. ميندي راحت مقابله المعهد والمسؤول هناك قالت لها انها ممتازه في كل حاجه بس يا ترى ايه اللي يخليها مميزه. ديف لقى جودي بتسمع موسيقى وترقص وراح اتكلم معاها عن الموسيقى والاغاني لانه كان متضايق جدا من اللي عملته ويتني معاه، وقالت له ازاي مصاحب الناس دي. قال لها ده طبيعي كلنا في مدرسه واحده ومضطر ابقى معاهم. فريق المنبوذين عامل حفله والفريق بيكبر كل يوم، وميندي وجودي مبسوطين. ويتني قاعده مع شويه الناس اللي باقيين معاها وبيشوفوا صور الحفله ومتضايقين جدا لان كل الناس راحوا الحفله. الحفله اشتغلت من الصبح لحد بالليل ولسه برضه شغاله، وديف وجودي بيعزفوا مع بعض على البيانو، وجودي بدأت تغني وضيف عجبه صوتها قوي وقال لها ان اوضه البيانو هو مكانه السري لانه بيحب يعزف دايما. فميندي دخلت عليهم وخرجوا كلهم من الاوضه. واحد في فريق المنبوذين قال لهم ان خلاص ان الاوان لتدمير فريق ويتني، وفيرجينيا قالت لهم لازم تروحوا بقى عشان اهلها ما يتضايقوش. ميندي كانت عاوزه تقعد مع جودي بس جودي قالت لها ان صاحبه ابوها الجديده جايه ولازم تكون موجوده، وفعلا صاحبه ابوها وصلت ومعاها ابنها اللي هو مين بقى؟ ايوه فعلا هو ديف، وطبعا هو اتصدم لما شاف جودي وهي كمان مصدومه. ميندي بتفتح صندوق البريد وبتحاول تتصل بجودي بعد اللي شافته
وحطيته في البريد، بس جودي ما بتردش. ديف وجودي اتفقوا يكونوا اصحاب وطبعا مجاراه للوضع الحالي. ميندي قالت لجودي ان اسمها نزل في لائحه الانتظار للمعهد اللي بتحلم بيه، وجودي عاوزه تتقبل في جامعه نيويورك، وميندي قالت لها اكيد هتتقبلي خصوصا ان معاكي ديف اكيد هيساعد. المدير طبعا بالاتفاق مع ويتني طرد ميندي من نادي العلوم، وميندي لامت المدرس بتاعها لانه ما دافعش عنها رغم انه متخرج من اهم معهد علمي وساب واحد ملوش لازمه يذل فيه، والمدرس ما عجبوهش الكلام او تقريبا عارف انه صح وسابها ومشي. اصحاب ويتني قالوا لويتني انت كده دمرتي ميندي، قالت لهم اذا انضرب القائد بقى الفريق هيقع لوحده. ميندي بتحاول تقنع جودي تعمل حاجه معاها عشان ترد على الاهانه اللي اتعرضت لها واللي لسه بتتعرض لها لحد دلوقتي، بس جودي انسحبت ومشيت. جودي راحت لويتني البيت وقالت لها انها ما كانتش تقصد انها تضرها، ويتني كانت عاوزه تعتذر بس ما قدرتش، وقالت لجودي انها فعلا صح وشكرتها. وصاحبه ويتني الانتيم راحت لميندي وقالت لها انها كانت فاكره انها في المكان الصح، بس اكتشفت ان ويتني غلط طول الوقت. وميندي وافقت تشتغل مع ماكنزي رغم خبثها، بس ميندي محتاجه لها. ويتني شافت جودي وحاولت تضايقها، وفي ولد جه يضايق ويتني وقال لها خلي ابوك يجي يزرع لنا الجنينه لانه بيشتغل في زرع الجنين، ويتني بتتكسف منه. وساعتها ويتني رمت له التليفون في الارض ودست عليه. جودي قاعده مع ابوها وتتكلم معاه عن اللي حصل، وهو قال لها عمرك ما هتعملي حاجه كبيره طول ما انت واخده موقف حيادي. جودي لبست لبس كلاسيك وابوها شجعها تروح تقابل ديف، وراحوا الحفله. وجودي وويتني بيتكلموا مع بعض على النت لحد ما وصلوا الحفله، بس جودي قالت لويتني انها مش لاقيه ميندي. ميندي متنكره هي وماكنزي، ودخلوا الحفله من الباب الخلفي، وميندي دخلت المطبخ وفي دخان غريب في الحفله، وميندي قاعده تتفرج على صورها مع المدرس بتاعها. كل في الحفله بيتصرفوا تصرفات غريبه. ويتني بعتت لجودي وتقابلوا عشان يدوروا على ميندي، وفعلا دخلوا المعمل اللي ميندي قاعده فيه، وجودي اتخانقت مع ميندي، وميندي قالت لها انها غيرانه منها عشان هي اللي متصدره في الموضوع، وجودي خايفه تعمل اي حاجه، وضربوا بعض وويتني سابتهم ومشيت. وماكنزي قابلت ويتني بره ومشوا مع بعض، وطبعا كانوا متفقين. ولسه جودي وميندي بيتخانقوا وكل اللي في الحفله مهيسين. ميندي وجودي خرجوا يتخانقوا في الحفله، وجودي قالت لها انا ما صدقت لقيت ولد كويس، وديف رفع ايده وقال لها شكرا وكملوا خناقه عادي. وويتني اتريقت عليهم بعد ما وقعت ما بينهم، وبعد ما اتفقوا يوقفوا خناقتهم جت الشرطه قبضت على ميندي واخروا سابلها بعد يومين لانهم اعتبروا ان اللي هي عملته مقلب وما اذاش حد. المدرس بتاعها قابلها قدام المدرسه وقالت له انها لما جات لها الفرصه تغير اللي بيحصل ما فرقتش عن ويتني في حاجه. ميندي جالها جواب في البريد وفكرت تتصل بجودي وهي في قمه سعادتها، بس غيرت رايها وراحت لها البيت وقالت لها انها اتقبلت في المعهد، بس هي مش مبسوطه عشان جودي ما كانتش موجوده معاها عشان يحتفلوا، وقالت لها انها محتاجاها في حياتها واعتذرت لها. وفضلوا يرقصوا قدام الناس، وجودي عندها امتحان في الموسيقى ودخلت تمتحن، وميندي واقفه بره تقول للناس انها صاحبتها الانتيم، وجودي خرجت وهي مبسوطه. واخيرا حفله التخرج، وفعلا كلهم اتعلموا من اللي حصل ان كل واحد لازم يعرف نفسه وامكانياته كويس. ديف وجودي مبسوطين لانهم اتخرجوا، ويتني واصحابها مشوا من غير ما يكلموا حد. فيرجينيا ودعتهم ومشيت وقالت لهم انها هتستنى تشوف الايام هتوديها لفين، وكله مشي مش فاضل غير ميندي وجودي. ركبوا العجل بتاعهم، جودي ادت لميندي تذكره قطر من بوسطن لنيويورك عشان تبقى تروح تزورها، وبرده ميندي وقعت من على العجله. ولو دي النهايه فعلا فايه هي البدايه؟ ان جودي عملت البومها الغنائي الاول واشتغلت عليه كتير، وديف ساعدها. جودي وديف قرروا يفضلوا مع بعض زي هاري وكلير، وبيشكروا ربنا انهم اشتغلوا على نفسهم بجد. ميندي قابلت ناس جديده عايشين في بوسطن ولسه برده بتحاول تدور على عناصر جديده، واستخدمت تذكره القطر وراحت لجودي، ودي كانت اول مره بس راحت لها بعد كده كتير، وجودي كانت مبسوطه جدا انها راحت لها. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيلم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه واشتراك في القناه دي عشان اقدر اكمل، وفولو الاكونت بتاعي على الانستجرام. يا رب يكون الفيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.